السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا هنا عند محطة القطار، هذه يسموها تينت ستيشن، هذه هنا في كراج. طبعا هنا يجوك المسافرين، طبعا يجوك من جميع أنحاء باكستان. هذه محطة القطار، ما شاء الله كبيرة. هذا المركز الرئيسي. برضو كذلك يجونك المسافرين من هنا. الآن ندخل جوا حنشوف القطار داخل. هذه أسعار التذاكر من هنا ومن كلها على باكستان، جميع أنحاء باكستان، السند وبلستان والبنجاب كلها تروح من هنا. هذه مكاتب التذاكر. طبعا في في اي بي وفي الاي بي اللي هو بزنس. هنا المسافرين، طبعا هذا هو القطار اللي قدامنا. هذه محطة القطار، القطار طبعا هنا موجودين فيها المسافرين. الآن شوية حتحرك القطار.